ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. كثير من الرياضيين أو غير الرياضيين يعاني ما يسمى بالقدم الرياضي. القدم الرياضي هو عبارة عن التهاب فطريات يمكن أن يصيب ما بين أصابع القدمين، خصوصاً الناس اللي بيعانوا من التعرق المفرط والناس اللي بيلبسوا الأحذية الضيقة. من أعراض القدم الرياضي أنه يكون عندنا طفح جلدي مصحوب بالقشور ما بين أصابع القدمين. طبعاً هذا الطفح أيضاً ممكن يكون مصاحب لتكون تقرحات أو حتى الفقاعات. ممكن يجينا على شكل أشياء ثانية كإكزيما، بيشبه الإكزيما اللي ممكن تصيب الإنسان عن طريق التشققات أو حتى جفاف في الجلد، ممكن يصيب القدمين بشكل كامل أو حتى اليد. مرض القدم الرياضي هو مرض فطري، وكأي مرض فطري هو مرض معدي ينتقل من شخص إلى آخر عند استخدام نفس المناشف أو حتى نفس الجوارب، أو حتى عند خلينا نحكي إحنا لما نمشي على سطح بيكون أصلاً ماشي عليه حدا مصاب ممكن تحدث العدوى. لحتى نشخص مرض القدم الرياضي عنا عدة أشياء ممكن إن نعملها. طبعاً دكتور الجلدية لحاله ممكن يعرف إنه هذا التهاب فطريات أو لا، وطبعاً عن طريق أخذ عينة من المنطقة المصابة وفحصها عن طريق الميكروسكوب. للوقاية من مرض القدم الرياضي لازم إن ننشف ما بين الأصابع بشكل مستمر وبشكل مزبوط، وأهم إشي كمان عنا لازم نغير الجوارب بشكل دوري، ولازم نتأكد من تهوية الحذاء وإن نستعمل الحذاء يكون خفيف شوي. طبعاً لما يصير عنا زي ما حكينا إحنا يكون المرض وصل خلينا نحكي وصلت العدوى لمناطق ثانية زي الأظافر أو حتى مناطق الفخذ أو حتى اليدين، ساعتها ببطل العلاج عن طريق الكريمات اللي ممكن نلاقيها بالصيدلية اللي بتكون محتوية على مضادات الفطريات. بصير عنا الكريمات شوي مش كتير نافعة خلينا نحكي إحنا بهديك المرحلة، وبنصير عنا لازم نستعمل الحبوب، الحبوب المضادة للفطريات. هاي لازم يتابعها أخصائي جلدية لأنها رح تاخذ فترة شوي أطول وإلها طبعاً مضاعفات وأمور لازم نكون حاطينها إحنا بالبال. ولازم نحكي طبعاً إنه مرضى السكري عندهم مرض القدم الرياضي بيكون شوي غير مستجيب للكريمات أو المغاطس اللي ممكن إنه نستعملها من الصيدلية، مشان هيك لازم يروحوا عند أخصائي الجلدية لحتى يوصف لهم الحبوب المضادة للفطريات. طبعاً هاي الحبوب زي ما حكينا إلها مضاعفات وأمور تانية لازم نكون إحنا نراعيها خلال فترة العلاج تبعتنا. بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات وتابعونا.